بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم. أرحب بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامج في ظلال القرآن، في رحاب مكة المكرمة أم القرى. يتم تسجيل هذا اللقاء مع طلاب مدرسة أبي زيد الأنصاري المتوسطة والثانوية لتحفيظ القرآن الكريم في مكة المكرمة. ضيف هذه الحلقة الأستاذ محمد مكي المدرس بالمدرسة. أما جوائز حلقة اليوم فمجموعها 10,000 ريال، مقدمة من شركة صدقة وسراج كعكي. يتم توزيع الجوائز بالتساوي بين الطلاب 5 المشاركين في لقاء اليوم، لكل طالب 1,000 ريال. ونبدأ لقاء اليوم بتلاوة مباركة من سورة آل عمران. ومن من الطلاب؟ أيوة تفضل. اهلا وسهلا بك، وتقدم نفسك للمشاهدين. موسى نور بلال. عمرك كم سنه يا موسى؟ 13 سنه. وكم جزء حافظ؟ كامل القران. ما شاء الله. وفي اي صف في المدرسه؟ اولى متوسط. وكم مكافاه تاخذ في الشهر؟ 500 ريال. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا والله شهيد على ما تعملون.
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت يا موسى. والطالب طه زميلك يوجه إليك أسئلة في التجويد ومعاني الكلمات. تفضل يا طه. مما قرأت في الآيات السابقة بيّن معاني الكلمات التالية: من دخله كان آمنا، أي لا يعترض له بقتل أو ظلم أو غير ذلك. لما تصدون، لما تصرفون، تبغونها، تطلبون السبيل. أما سؤال التجويد، ما هو شرط الإدغام؟ أن يكون من كلمتين. ما مثاله من قراءتك؟ بيت وضع. هل هذا إدغام بغنة أم بغيرها؟ نعم، هذا إدغام بغنة. لماذا؟ لأن الواو من حروف الإدغام بغنة المجموعة في قولك ينمو. شكرا للطالب. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت يا مصطفى. والطالب زميلك طلال يوجه إليك أسئلة التجويد ومعاني الكلمات. تفضل يا طلال. مما قرأت في الآيات السابقة بين معاني الكلمات الآتية: اليتامى الصغار الذين لا أب لهم، كان حوبا ذنبا، بالنسبة للتجويد. وأما سؤال التجويد بين الحكم في قوله تعالى: وإن خفتم ألا. فيها حكمان: الحكم الأول إظهار حلقي من قوله وإن خفتم، والحكم الثاني إظهار شفوي من قوله خفتم ألا. شكرا للطالب طلال. والطالب مصطفى والأستاذ محمد مكي يعلق على ما سمع. في الحقيقة التلاوة جيدة وممتازة والإجابة أيضا صحيحة، ونشكر الطالبين على جدهما واجتهادهما ونتمنى لهم مزيدا من التوفيق. شكرا للأستاذ محمد مكي وشكرا للطالب مصطفى. شكرا لمصطفى. التلاوة الثالثة في لقاء اليوم من سورة البقرة، من الطلاب؟ أيوة تفضل.
أهلا وسهلا بيك، وتقدم نفسك للمشاهدين. أحمد مطهر عبد الله. مرحبا يا أحمد، وعمرك كم سنة؟ 14 سنة. وكم جزء حافظ؟ 29 جزءا. ما شاء الله. وفي أي صف في المدرسة؟ الثالث المتوسط. بالنسبة للتلاوة المطلوبة منك يا أحمد من سورة البقرة من قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعلها هذا بلدا آمنا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت يا أحمد، وزميلك إبراهيم غلام يوجه إليك أسئلة التجويد ومعاني الكلمات. مما قرأت في الآيات السابقة أجب على الكلمات الآتية: فأتمهن، أداهن تامات، ابتلى، اختبر، إماما، قدوة في الدين. ما نوع المد في قوله وإذ ابتلى إبراهيم؟ نوعه مد جائز منفصل. ما مقدار مده؟ مقدار مده 4 أو 5 حركات. شكرا للطالب إبراهيم وللطالب أحمد. والأستاذ محمد مكي يعلق على ما سمع ويعطي نبذة سريعة عن المدرسة. يشكر الطالب أحمد مطهر عبد الله على تلاوته التي استمعنا إليها، ونتمنى له أن يختم القرآن الكريم وأن يلازم التلاوة والمراجعة حتى يكون مستواه ممتازا إن شاء الله. وهو الآن مستواه جيد جدا، ونتمنى له التوفيق. أما عن المدرسة التي يدرس فيها فهي متوسطة وثانوية أبي زيد الأنصاري لتحفيظ القرآن الكريم، هي على غرار المدارس العامة، إلا أنها تفوق عليها بتحفيظ أبنائها للقرآن الكريم وعلومه. مناهجها مثل مناهج المدارس العامة، زيادة عليها حفظ القرآن والتجويد. شكرا. إضافة إلى أن الطالب له جوانب تشجيعية كثيرة في المدرسة، كالمكافأة التي يتقاضاها في القسم المتوسط 500 ريال وفي القسم الثانوي 600 ريال لكل طالب سعوديا كان أو غير سعودي، مع تأمين وسائل النقل من وإلى. ونتمنى له مزيدا من التوفيق. شكرا للأستاذ محمد مكي، وشكرا للطالب أحمد،
والقراءة الرابعة في حلقة اليوم من أول سورة يوسف. من الطلاب تفضل. أهلا وسهلا بك، وتقدم نفسك للمشاهدين. غلام أمجد محمد نوح السندي. مرحبا بك يا غلام، وعمرك كم سنة؟ 14 سنة. وكم جزء حافظ؟ المصحف كاملا. ما شاء الله. وفي أي صف في المدرسة؟ في الصف الثالث المتوسط. التلاوة المطلوبة منك يا غلام من أول سورة يوسف، وتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت يا غلام، وزميلك يوجه إليك أسئلة التجويد ومعاني الكلمات، تفضل. مما قرأت بين معاني الكلمات ثلاثة: تجتبيه، يختار، آيات، عبر، تصبح، جماعة. في التجويد كيف تعرف مخرج الحرف؟ نسكنه وندخل عليه همزة القطع، فحيث انقطع الصوت فذلك مخرجه. وما مثاله؟ مثلا نريد أن نعرف مخرج الباء، نسكنه وندخل عليه همزة القطع حيث ينقطع الصوت فذلك المخرج، مثل أب، فانقطع الصوت عند الشفتين فذلك مخرج الحرف. شكرا للطالب غلام وللطالب عبد الله مهدي. والأستاذ محمد مكي يعلق على ما سمع ويعطي نبذة سريعة عن المدرسة أيضا. إجابة سديدة، ونتمنى للطالبين مزيدا من التوفيق. بالنسبة للمدرسة فهي تشجع الطلاب على حفظ القرآن الكريم، وكما ذكرنا أن بها ما يربو على 350 طالبة، وهي مدرسة أسست بعد أن تخرج الدفعة الأولى من المدرسة الابتدائية، ثم كان هناك تأسيس القسم المتوسط الثانوي، وإذا تخرج الطالب من القسم الثانوي يعين مدرسا على المرتبة الرابعة، أي ما يعادل المستوى الثاني، براتب وقدره حوالي 4500 ريال. شكرا أستاذ محمد مكي. واللقاء الخامس في حلقة اليوم من سورة فصلت. من الطلاب؟ أيوة تفضل. أهلا وسهلا بك، وتقدم نفسك للمشاهدين. أحمد محسن علي القحطاني. مرحبا يا أحمد، وعمرك كم سنة؟ عمري 14 سنة. وكم جزء حافظ؟ 29. ما شاء الله. في أي صف المدرسة؟ الثالث المتوسط. التلاوة المطلوبة منك يا أحمد من سورة فصلت، من قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت يا أحمد، وزميلك أنور يوجه إليك أسئلة التجويد ومعاني الكلمات. تفضل يا أنور. مما قرأ بين معاني الكلمات الآتية: ما تدعون، ما تطلبون، ممن دعا إلى الله أي بالتوحيد، ذو حظ، ذو ثواب. بين التجويد، بين الأحكام التجويدية بالآية: نزلا من غفور رحيم، نزلا من إدغام بغنة، من غفور إظهار حلق، غفور رحيم إدغام بغير غنة. شكرا للطالب أنور، وشكرا للطالب أحمد، والأستاذ محمد يعلق تعليق سريع. الإجابة سديدة والتلاوة ممتازة، ونتمنى للطالب مزيدا من التوفيق. ونضيف فقرة أخيرة بأن الطالب الذي يتخرج من القسم الثانوي إن رغب الدراسة في الجامعات فيقبل بجميع فروع وأقسام كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. شكرا للأستاذ محمد مكي، وشكرا للطالب أحمد. شكرا يا أحمد. وإلى هنا أيها الإخوة المشاهدون، نصل إلى نهاية حلقة اليوم التي كان ضيوفنا فيها طلاب مدرسة أبي زيد الأنصاري المتوسطة والثانوية في مكة المكرمة. شكرا للطلاب الحضور والطلاب المشاركين، وشكرا للأستاذ محمد مكي المدرس بالمدرسة. كما نسجل الشكر في نهاية لقاء اليوم لشركة صدقة وسراج كعكي التي قدمت للبرنامج 10,000 ريال جوائز تشجيعية منها لحملة كتاب الله الكريم. ونوزع الجوائز: الطالب موسى والطالب مصطفى وأحمد مطهر وغلام تفضلوا، وأحمد محسن تفضلوا. هذا الشيك على البنك الأهلي ب10,000 ريال يوزع عليكم بالتساوي، ومبروك تفضلوا. أيها الإخوة المشاهدون، إلى لقاء قادم بإذن الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.